بإن تاون اليوم مشاهدينا رح نتعرف على اللبنيز أكاديمي أوف بيوتي اللي عم تخرج أبرز المتخصصين بمجال التزيين والتجميل. تفاصيل أكثر مع ضيفنا مدير الأكاديمية السيد داني عطية. أهلا وسهلا فيك داني. أهلا فيك. شرفتنا. لبنيز أكاديمي أوف بيوتي من أبرز الأكاديميات المتخصصة بمجال التزيين والتجميل، وبنعرف قد اليوم في سوق واسع وفي طلب كبير بهالسوق على متخصصين بهالمجال. عرفنا شوي داني، أيمتى تأسست هالأكاديمية؟ أسست بآخر 2008، صرنا تقريبا 8 سنين بنعطي كل الاختصاصات التجميلية، ميك اب، سكين كير، نيلز، تاتو، كوافير، وهلا عنا اختصاصات جديده كمان عم نبلش فيها، السبيشال افكتس والمايكرو بليدنج بالتاتو والرمش اللي بضاين تقريبا 4 أشهر. نعم، هول اختصاصات مختلفه بيقدر الشخص ياخذ دورات حتى يكون متخصص بهالمجال. في اختصاصات عديده منها معروفه موجوده من زمان ومنها جديده كمان انتم اضفتوها، ان كان بالسنوات الماضيه او كمان هالسنه في دورات جديده واختصاصات جديده. ولكن البرامج عندكم كيف بتكون؟ شو بتتضمن البرامج نحن تاني؟ الكورات عندنا بتتضمن تقريبا 3 أشهر وتقريبا 5 أيام بالجمعة أغلبية الاختصاصات. البروغرام مثلا بالميك اب مقسم، في عندك المكياج بوتي ويلي بيتضمن يعني عن المكياج العربي الأوروبي اللبناني الفارسي، وكمان بضمن البروجرام ذاته بنحكي عن الفاشن. هون عم نحكي انواع المكياج اللي ممكن المكياج يتعلموها او كلهم سوا ضمن هالدوره؟ هون مع بعضهم. اوكي، يعني ضمن دوره واحده للمكياج، دوره واحده ميك اب بيتخصصوا بهو كلهم، مع الفاشن، مع الكاميرا نواري بلون يعني. نعم. مع التياتر كمان، شو بيستعملوا برودوي على التياتر وشو عندهم بالتياتر بدهم يكونوا بيعرفوا، وبالسينما وبالتلفزيون اكيد. وعندنا بقلب البروجرام شيء اسمه بري هيستوريك، بيدل على الميك اب من اي وقت نبلش، يعني نحن كمحيط بحر المتوسط العهد القديم بنعرف. نعم. عن المصريين الرومان والجريك، يعني تاريخ التزيين والمكياج هو الميك اب، حتى يكون عنده المتخصص خلفيه شوي او خبره شوي بهالمجال، اكيد تعرف ليش هودي كيف انعملوا. نعم. وليش وصلنا لهون، كيف الموضه بتتغير، بتاخذ من القديم على طول تتكون عم بتجددها. نعم. هيدي بالميك اب. بالميك اب مزبوط. بالشعر، بالضفير، هي دوره 9 أشهر. نعم. 9 أشهر هن كافيين تيكون الطالب عم يتعلم كل شيء تكنيك بالشعر، بنعطيه الباز اكيد. هي دوره واحده داني 9 أشهر او بياخذ 3 دورات متتاليه؟ دوره واحده 9 أشهر بالكوافير، لانه نحن عندنا سيستم بسموه كونترا دو كاليفيكاسيون. نعم. الطالب بيتعلم عندنا 2 يوم بالجمعه وبيطبق 4 أيام بالصالون، منشان هيك بيطلع الطالب عنده خبره كثير، لانه. نعم. تعلم الاساس مزبوط وطبق بالصالون اللي بيكون عم يشتغل فيه. يعني من البدايه الكوافير عم يشتغل. أكيد. يعني عنده زبونات وعم بيشتغل عليهم وكانه موجود بالصالون. هو بده يكون اجباري موجود بالصالون. نعم. 4 أيام بالجمعه و2 يوم بالمعهد. هل في اقبال اكثر على اختصاص من غيره؟ ايه، اكثر شيء في اقبال على الميك اب وعلى النيلز والتاتو. الميك اب عم نحكي شباب وصبايا، مش بس صبايا، عم نشوف شباب اكثر حتى اليوم. في شباب كثير وفي صبايا كثير. نعم. وكلهم شاطرين. نعم. سكين كير عندكم داني، كيف بتكون الدوره؟ هي 3 أشهر، 4 أيام بالجمعه، بنعطي 3 أيام للوجه ويوم للجسم، الاهتمام بالجسم. كمان مدتها 3 ساعات، وبياخذوا كل شيء بحق لها البيوتيشن تشتغله. يعني من الاهتمام بالبشره للميزوثيرابي للديرمابرازيون، كل هول بحق لها البيوتيشن. يعني احدث التقنيات المتوفره غير جراحيه. غير جراحيه واللي بحق لنا فيه، يعني فيلر وبوتوكس وتوابعهم. يعني كل شيء طبيب متخصص مفروض يعمله، انتم ما بتعلموه. ومنعلمهم انه هو لازم يروحوا لعند يتعودوا انه يقولوا انه نحن ما بنعمل. نعم. بتروحوا لعند طبيب الجلد. كثير مهمه هالنقطه داني. اكيد. اكيد بنعلمهم اهم شيء الايجيان، يعني قديش بده يكون في نظافه بالبلان دو ترافاي تبعهم هن تيقدروا يكونوا عم يشتغلوا مزبوط، ما يكون عندهم مشاكل بعدين. نعم. مع الزبونات. العنايه بالبشره الدوره هي 3 أشهر كمان؟ 3 أشهر 4 أيام بالجمعه. يعني نحن عندنا عدد ساعات كبير
بالنسبه للاختصاص، لانه بالسكين كير مثلا بنعلم بس سكين كير، وبالميك اب بس ميك اب. نعم اوكي. واذا بنعمل كومباريزون مع غير معاهد، نحن البروجرام عندنا مينيموم الدوبل بالوقت. نعم. وب يعني اوقات مكثفه، اوقات مكثفه ونفس البروجرام. بيكون بده هيدا الوقت. واذا بعطيكي مثل بالميك اب، بنكون تابعين البروجرام من اوله لاخره، يعني ما عندنا ولا نهار فرصه. اذا سقبلنا ايام فرصه مجبورين نكون عم نزيدهم باخر البروجرام. نعم. في اشخاص داني حابين هن بنفسهم يفتحوا بيوتي انستيتوت خاصه فيهم، فبحاجه لاكثر من دوره، مثلا بحبوا يجمعوا بين الميك اب والسكين كير او النيلز، بيقدروا ياخذوا اكثر من دوره بنفس الوقت؟ في بنفس الوقت فين ياخذوا عده دورات. نعم. يعني مثلا نحن مقسمين الوقت انه الميك اب والنيلز والسكين كير ببلشوا الساعه 9، التاتو ببلش الساعه 12. نعم. هيك اللي بده يتعلم اختصاصين مع بعضهم بياخذ وحده من الثلاثه مع التاتو، بالليل كمان في عندهم ميك اب وتاتو ونيلز. نعم. فين يكونوا عم ياخذوا من 6 ل 8 اي اختصاص من هول الثلاثه. بدي ارجع للاختصاصات الجديده اللي عم تقدموها باللبنيز اكاديمي اوف بيوتي، خبرنا عنها شوي. هلا اكثر شيء مركزين على الافيه سبيسيو، الافيه سبيسيو سبيشال افكتس، المؤثرات الخاصه. يعني المؤثرات الخاصه نحن المعهد الوحيد بلبنان وبالدول العربيه رح يكون عنده هذا الاختصاص، يلي ما ضروري يكون ميك اب ارتست اللي بده يعمله. نعم. اوكي. يعني في ما يكون اخذ اي دوره أبداً مكياج أبداً. حتى يبدا سبيشال افكت. نعم. ما له دخله بالميك اب، ولكن يعني بتساعد، يعني اذا عندهم افضل اذا كان عنده خلفيه بالميك اب اكيد بيساعد. نعم. اكثر، بس اذا شخص بحب هيدا السيستم من الشغل. نعم. بيكون عم بيلاقي فيه الطلب اللي. نعم. هو طالبه. هون عم نشوف شو يعني سبيشال افكتس ميك اب. مزبوط. هلا في عندك الفييسمون، كيف بنختير الشخص. نعم. بس مش بنختيره على طول بنعمله عمره 80، يعني في اوقات شخص تدريجيا بيكون عمره 20 سنه وبدنا نعمله عمره 40، بدنا نشتغله على اساس عمره 40. نعم. اذا بدنا اياه عمره 60 بنشتغل على هذا الاساس. هيدي ميك اب خاصه اكيد للدراما وللسينما وللمسرح. أكيد. وللمسرح وبنشتغل بروتيز صرنا. نحن الوحيدين اللي بنعمل بروتيز. يعني فينا نكون عم نغير وجه كامل. اي شخص يعني بتحضروا الوجه وبتلبسوه للشخص؟ بنلبسوه للشخص، فين يستعملوه بالسينما وبالتلفزيون وبالتياتر. نعم. لانه ان كان بهول كل الاختصاصات اجباري يكون البروتيز هي معنا، لانه تنحسب بالمسرح. نعم. اذا عاملين وجه محروق وبدهم يكونوا عم يستعملوا له وجه محروق، ما فيهم بالميك اب يعملوه، اجباري نكون عاملين له بروتيز لاتكس نلزق له اياها كل مره بده يطلع. نعم. وبالسينما وبالتلفزيون نفس الشيء. وقد ايه بتكون مقنعه اكثر؟ اكيد. نعم. 100% ما بيعرفها الشخص. يعني ما بيعرفها بين الحقيقه والشغل اللي نحن. نعم. عملناه. تاني بس تنشرح شوي للمشاهدين الاجواء كيف بتكون بالاي بي، مش بس يعني نظريات عندكم، اعمال، في اعمال تطبيقيه، يعني بيشتغلوا بايدهم، بيمارسوا هن اللي عم بيتعلموه حتى يشوفوا شو النتيجه بتكون. نحن بنعرف انه التيوري شيء كثير مهم. بس بالماتيه اللي نحن عم نعلمها البراكتيك هو الاساس. الاعمال التطبيقيه اهم اكيد. مشان هيك نحن ثلث الوقت اللي عندنا بنعطيه للتيوري، بنعمل برزنتاسيون وبنرجع بعد تلتين بيشتغلوا بايدهم. اي الوقت الباقي اجباري يكونوا. نعم. عم يشتغلوا، وما في عندنا ولا نهار ما في براتيك. يعني ما عندنا نهار بيقطع تيوري بس، دائما في اختبارات وامتحانات تشوف كيف عم بيتقدم الطالب. كل جمعتين نحن بنعمل اختبار لتلاميذنا، بنشوفهم وين صاروا. نعم. بنشوف على اساس اذا فينا نكفي بالبروجرام او بدنا نكون عم نرجع نعدلهم شوي. نعم. هل دورة واحدة بتكفي داني؟ لأنه حسب ما شرحت في أشياء أصعب من غيرها. إذا بيعملوا كومباريزون مع كل المعاهد بيعرفوا أنه أكثر وقت نحن بنعطيه لتلاميذنا، بس مع هذا وكله في أشخاص بيبقوا أشطر من أشخاص، أو في شخص لسبب ما كان عم بيغيب بالدورة ما قدر لحق أصحابه، نحن بنرجع بنعد له الدورة اللي بعد منها جراتويتمون. نحن ما في أنا خرج تلميذ. نعم. من اللاب منك مقتنع بكفاءته 100%. يعني وبتأملوا له الوظائف كمان، بتساعدوني لقوا وظائف للمتخرجين. وظائف أهم شيء يكونوا هن بدهم يشتغلوا. نعم. فأنتوا على تواصل مع كل البيوتي انستيتوتس والصالونات بلبنان، أهم سبايات بلبنان بياخذوا تلاميذ اللاب بسكين كير. نعم. وكل الميك اب ارتست بيتمنوا يكونوا الأسستانية تبعهم ظاهرين من لأنه ما بيتعبوا عليهم تيعلمون. نعم. بيعرفون انه بيعرفوا كل
البروجرام يعني نعم. كل الميك اب والنيلز نفس الشيء والتاتو نفس الشيء. نعم. عدة نقاط مميزة باللبنيز اكاديمي اوف بيوتي. شكرا لك داني عطية، وان شاء الله يستفيدوا من هالفرصة اكبر عدد من الراغبين. اهلا وسهلا فيك. وقفة مشاهدينا وحلقتنا بتكمل مع جيت فيت، خليكم معنا.